كنا لاعبين على حسابهم، شاهدوا في كل عملية، حاولوا يقوموا بالأمور بسرعة. الإمام وضربة الجزاء، وضربة الجزاء إثر عملية اللي الخطورة فيها نقصت، لأن الإمام كما شاهدنا الفريق باش يترشحوا لإيطاليا. السيد محمد حنصر ينتظروا، وإشارة التنفيذ. نبيل معلول واحدة واحدة، وينفذ ويسجل، والهدف الأول لصالح الفريق القومي التونسي أمام منتخب الزهير في هذا